نروح لملف مهم أيضا وهو الاستثمار الزراعي. الدولة تبنت خلال السنوات الأخيرة عدة مشروعات لتحقيق التنمية الزراعية من خلال استصلاح الأراضي. شفنا مشروع المليون ونصف فدان، مشروع الدلتا الجديدة، ده طبعا كله بيسهم بشكل كبير في التعافي الاقتصادي وفي ضمان كمان مستقبل أفضل للأجيال اللي جاية. ده غير طبعا تحقيق الأمن الغذائي وهو أيضا موضوع مهم للغاية. عن أهمية الاستثمار في المشروعات الزراعية احنا معانا على تليفون دكتور نعيم مصلحي، مستشار وزير الزراعة لمشروعات التوسع الأفقي. مساء الخير يا دكتور، وقولنا شايف ازاي توجه الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار في مجال الزراعة؟ مساء الخير أستاذ نعيم، وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة يعني قرب حلول الاحتفال ب 30 يونيو. واحنا شفنا خلال السبع سنين اللي فاتوا الحقيقه انجاز عظيم وضخم جدا في مجال تنميه قطاع الزراعه، بحيث ان هو قطاع الزراعه قطاع مرن بيسمح بالتطوير. فالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه اطلق عده برامج ومشروعات قوميه كبرى لتطوير قطاع الزراعه في مصر، لان في عندنا مبررات قويه جدا لهذه المشروعات حتى لو تكلفت يعني مئات المليارات من الدولارات، لكن لابد من تنفيذها، وكانت رؤية ثاقبة. ليه؟ لأن احنا عندنا أراضي زراعية قصبة كانت بتعدى عليها، طبعا الحمد لله تم وقف التعديات دلوقتي، ودي كانت بمجهود برضو خدت مجهود كبير جدا من الحكومة. و الأمر الثاني وهو أن لازم يبقى في بدائل لهذه المساحات اللي تم فقدها في الوقت الماضي. النهارده بنتكلم في مشروعات قوميه عملاقه لتوسع افقي في مجال الزراعه. في عندنا مثلا في شمال سيناء 456 الف فدان، في عندنا في جنوب طشقة اكثر من 500 الف فدان. في عندنا المشروع بقى الضخم الجديد اللي هو مشروع المشروع العبقري والمكان العبقري اللي هو مشروع الدلتا الجديده اللي هو بيقع على محور رود الفرج الضبعه. ويمكن ده يخلي الناس تفكر ليه السيد الرئيس في الاول بدا بمشروعات الطرق ومشروعات تنميه المحاور. محور رود الفرج الضبعه ده احد الشرايين واحد المحاور الجديده اللي تم تنفيذها في خلال السنتين اللي فاتوا. كل ما يتم عمل محور في منطقة صحراوية طبعا بالتأكيد بعد كده هيقوم عليها مشروعات تنمية، ومنها مشروعات التنمية الزراعية المتكاملة زي مثلا مشروع الدلتا الجديدة اللي هو على محور رود الفرج الضبعة، مساحته حوالي 2.2 مليون فدان. ده مشروع تنموي متكامل هيتم استزراع واستصلاح مليون فدان، بالاضافه لانشاء المجمعات الصناعيه وانشاء المجتمعات العمرانيه الجديده والخدمات والمرافق بكامل طاقته. لو بصينا لمشروع 1.5 مليون فدان اللي متوزع في عده مناطق اكثر من 10 مناطق بيعتمد على المياه الجوفيه في المناطق الصحراويه عموما، لكن مشروع الدلتا الجديده كانت القفزه الكبيره والقفزه الجديده خالص اللي هو يكون مشروع في مكان واحد نزرع منه مليون فدان في مكان واحد. بدأ بالفعل وسيادة الرئيس دايما ما بيتكلمش على إطلاق مشروع أو مبادرة جديدة إلا ما بيكون في جزء تم البداية فيه. هذا المشروع تم تنفيذ 200 ألف فدان مزروعين في مشروع مستقبل مصر. والميزة بقى فيه كمان التطور الجديد في وزارة الزراعة، ان بقت دراسه الاراضي ما بقتش تعتمد على فريق واحد بس من وزاره الزراعه، لا ده بقينا يتم الاستعانه بكوادر من الجامعات المصريه والنخب الاكاديميه مع الفنيين التطبيقيين والباحثين في وزاره الزراعه، وبنعمل دراسات تحقيقيه عن الاراضي علشان نحصل على نتائج دقيقه، نتائج مرضيه، نتائج تعتمد عليها ان انا هصرف مليارات في تنفيذ مشروع قومي للتنميه الزراعيه. المشروع الدلتا الجديده بالذات يعني لو ركزت عليها نلاقيه ان هو مش قريب من حوالي خمس محافظات، قريب من منطقه غرب الدلتا، هيعتمد على مورد كان مهمل وهو مورد المياه الصرف الزراعي في منطقه غرب الدلتا. الحقيقه في مشروع هتعمل محطه عملاقه
معالجة مياه الصرف الزراعي لنقلها إلى المشروع، وبالفعل التنفيذ شغال فيها في حاليا في مخطط المشروع بالكامل. ما زال في جزء هيتم برضو ليه دراسات عليها على الأراضي لتوسع مستقبلي إضافي للمشروع. وزارة الزراعة خلال يعني أسابيع هنبدأ فيها كمان، بالإضافة للمنطقة دي تسمح بزراعة محاصيل عديدة، سواء كانت محاصيل حقلية استراتيجية زي القمح زي الذرة الصفراء زي المحاصيل الزيتية زي المحاصيل البقولية اللي عندنا نقص فيها زي الفول والعدس. كمان هيسمح بأن احنا نزرع أكبر عدد ممكن من أنواع محاصيل الفاكهة اللي هي ممكن تقوم عليها صناعات تحويلية وممكن تصدير لها، خاصة المنطقة قريبة من المواني وقريبة استثمارات طبعا كتيرة جدا جدا في هذا المجال، مجال الزراعة بالتأكيد. إن شاء الله يبقى لنا لقاءات أخرى نتكلم فيها بتفاصيل أكتر، لكن أنا بشكرك عن طبعا حياتك اديتنا هذه الفكرة النهاردة من خلال المواجهة. شكرا ليك دكتور نعيم مصلحي، مستشار وزير الزراعة لمشروعات التوسع الأفقي.